طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتواصل برنامجنا في محيط اعتصام القيادة العامة على مسرح منبر الباحثين السودانيين. يا أخواننا في مفاجأة كبيرة وجميلة ورائعة جدا جدا. الشباب في مركز أبحاث الفضاء الباحث حذيفة بريمة قرروا أنه يعملوا معرض دائم للفضاء هنا في منصة الباحثين السودانيين في محيط اعتصام القيادة. فبالتالي يا أخواننا دي حاجة عظيمة جدا جدا. حنعرف عن أبحاث الفلك وعن الحاجة اللي بتدور فيها وجايبين معاهم المعرض بتاعهم والناس ممكن تعرف الحياة بتحصل كيف. فحندي الباحث حذيفة بريمة إنه يوري اللي هيحصل شنو هنا ده في 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 الأيام الجاية دي، لأنها سقطت ما سقطت صابينا. تفضل يا أستاذ حذيفة. السلام عليكم، أنا حذيفة أحمد بريمة إبراهيم، باحث في معهد أبحاث الفضاء والطيران. التخصص الأساسي بتاعي هو الفلك. التخصص الدقيق علم كونيات أو كوزمولوجي أو ترفيشنال كوزمولوجي. الفلك هو المجال اللي بيدرس أو بيختصر الأجسام خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية، ده بصورة عامة. والفلك بتقسم لفروع كثيرة من ضمنها علم الكونيات والأستروفيزيكس وعلوم الفضاء. ولأهمية المجال هو أقدم مجال طبعا على إطلاق الفلك. الإنسان مما يعرف أنه ينظر للأعلى فبدأ يشاهد الأجرام السماوية. والفلك هو مجال رصدي في الأساس، لكن حاليا بيعتمد على الفيزياء والرياضيات، أيضا بيعتمد على الأوبزرفيشن الرصد المباشر. فهو ساينس علم تجريبي زيه زي بقية العلوم. ولأهمية الفلك وعلوم الفضاء مرتبطة بتكنولوجيا الفضاء في الأساس. وحاليا معظم الدول والدول العظمى في العالم بتركز حول دراسة الفلك واستكشاف الفضاء لأهميتها في المسمى البشرية. ونحن حاليا بالتعاون مع مؤسسة الباحثين السودانيين، معهد أبحاث الفضاء والطيران، ومجموعة من هواة الفلك بجامعة بحري، هنقدم لكم معرض مبسط عشان ينشر الوعي والثقافة في مجالات الفلك وعلم الفضاء بصورة عامة. هيكون عندنا تلسكوبات زي ما شايفين، وبكرة هنعمل رصد أو observation مباشر للمون القمر. هنوضح الفوهات الليزكية، هنوضح سطح القمر والتضاريس بتاعته، أيضا هنرصد كوكب المشتري زي ما هو ظاهر هنا. هنقدر نشوف الأقمار بتاعته الأربعة الأساسية الجوبيتر. أيضا باقي المعرض بتاعنا بيحتوي على كواكب للمجموعة الشمسية. هنوضح كواكب المجموعة الشمسية بداية بالشمس، هي مركز المنظومة. هنوضح التركيب بتاعها الداخلي وكيف هي بتنتج الطاقة بتاعتها. زي ما شايفين إنه الشمس هي مصدر الطاقة الأساسي في الكرة الأرضية، بتغذي المنظومة الحيوية الشاملة من ضمنها حتى الإنسان، بنعتمد على طاقة الشمس في الأساس. فكيف الشمس دي بتنتج طاقتها؟ هنعرف إنه الشمس دي نجم عادي. هنتعرف على تركيب الكواكب بتاعت المجموعة الشمسية والتفاصيل بتاعتها الداخلية. وبرضو خلال المعرض ممكن نتعرف على تساؤلات الإنسان، هل وصل للكواكب وهل توجد حياة في الكواكب دي. أيضا هنتطرق للمنظومة الشمسية دي قاعدة وين أصلا. المنظومة الشمسية هي دي الحي بتاعنا، لكن هي قاعدة في جسم أكبر، هو مجرة درب التبانة. مجرة درب التبانة هي المدينة النجمية بتاعتنا. يعني بنلقى إنه الشمس هي نفسها والمنظومة الشمسية جزء من منظومة أكبر. كل الكلام ده هنتعرف عليه خلال المعرض الفلكي المبسط. فمرحب بكم وبأطفالكم وأسركم أيضا، فنرحب بكم. وسقطت ما سقطت صابينها في الفضاء، صابينها وفي الأرض صابينها. شكرا جزيلا. شكرا لك يا حذيفة. يا أخوانا من هنا بنرسل رسالة لكل الباحثين السودانيين الموجودين في مراكز الأبحاث والجامعات. يا أخوانا ممكن تستغلوا منصة الباحثين السودانيين في أنكم تقدموا معرض توروا الناس التجارب المعملية والمخبرية بالتيم كيف، زي ما عملنا نحن هنا قبل كده تجربة يعني كانت لايف مباشرة للناس عن كيف إجراء البحث النوعي الكواليتيف ريسيرش. فأسي ده معرض لأبحاث الفضاء، وإن شاء الله كمان يجونا باحثين تانين ويجيبوا تجارب والناس يستفيد. الصبة بتاعتنا تبقى صبة فيها علم وفيها بحث وفيها استنارة ووعي. يعني حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة والوعي قرار الشعب. شكرا جزيلا لكم.